جا واحد العدد كذلك ديال المغالطات. يعني الحكومة كتخدم مع المجلس الأعلى، الحكومة ذات مشغولة قانون ديال التعليم المدرسي اللي صفتته واللي جاوبت عليه المجلس الأعلى واللي خدينا بعين الاعتبار بعض يعني المعلومات اللي جات فيه واللي شانجمون اللي طلبوا، ودوك حنا كنشتغلوا. ولكن أنا اللي ممكن نقول لكم، حنا بلي جينا يعني الحكومة ما تسناوش 5 سنين باش نقول لكم غادي نديروا واحد لا ريفورم. وبعدا قبل انا غير تسناوني غادي يمكن ثقلت عليكم بالتعليم وبالصحه، غادي نعاود نجي وغادي نعاود نتكلم على التعليم ونتكلم على الصحه وغادي نتكلم على المشكله ديال لومبلوا في بلادنا في المستقبل، وما غادي يحبسني حتى شي واحد، لانه هذاك الشيء اللي ماشي نتوما اللي جبتوني، جابونا المواطنين لهنا، والمواطنين عاملين من الأولويات ديالهم التعليم والصحة وكذلك الشغل. فحقيقة تصدمت بلي كنت سمعت اتحادي كيقول بأنه علاش كتكلموا على التعليم وجبتوا لنا التعليم ولا هذا، غادي واخدوك اتحاديين، هذا الدومين ديالكم، وسولوا النقابات ديالكم كيفاش تعاملنا معهم، ولقاو رجال قدامهم في الحكومة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.